النهارده احنا زي ما بنقول كده بندشن السايبر نايف. السايبر نايف ده جهاز دقيق جدا، الدقه بتصل الى 1/10 مليمتر معدل الدقه. الجهاز ده هو جهاز علاج بالاشعه، بيعالج السرطان وبيعالج بعض حالات الاورام الحميده، مش كل الحالات. والجهاز هو اول جهاز في افريقيا طبعا وفي مصر. الجهاز اشتغل من يوم 25/8/2022، يعني من حوالي 2.5 شهر. الجهاز ده عباره عن علاج اشعاعي معجل خطي. يعني احنا عندنا اجهزه علاج اشعاعي او معجل خطي كتيره، ده منهم، لكن يختلف بحاجات ليه صفات معينه او زي ما نقول قدرات معينه، فبتخليه يقدر انه يبقى ليه استعمالات ادق واستعمالات كتيره في حالات صعبه وبدقه شديده، وهو بيبقى معجل خطي محمول على روبوت. كانت في العلاجات التقليديه كنا علشان نتاكد من اصابه الورم بالاشعاع بنضطر ان احنا ناخد هامش امان من الانسجه السليمه حوالين الورم، عشان طول الوقت حتى لو الورم اتحرك يبقى ضامنين ان الورم جوه الحقل الاشعاعي. في السايبر نايف احنا مش بنحتاج نعمل كده، السايبر نايف بتبقى الاشعه دقيقه جدا ومركزه على الورم، وبيتاخد اكس راي ايمج او صوره كل 10 ثواني من شانها تكلم الروبوت والروبوت يعدل حركته مع حركه الورم. هو برضو علاج اشعاعي بس بيقلو لينا، بيسمح لنا ان احنا نعالج بدوز عاليه جدا اورام صغيره جدا ما كناش زمان بنقدر نعالجها بالجهاز العادي باجهزه الراديشن العاديه. فالجهاز ده بيدي سماحيه ان احنا نعالج بدوز عاليه قوي، أجهزة صغيرة قوي على وقت صغير، يعني جلسة أو جلستين. CyberKnife technology is a dedicated robotic radiosurgery system to perform stereotactic radiation therapy in the brain and in the whole body. It has got a lot of experience and long-term follow-ups and very good outcomes with less toxicity. And it is the only technology in the world right now to do the tracking, the real-time tracking of the tumors.